إذن ليسوا مستثمرين بل هم مجرمون وينبغي أن يمثلوا أمام المحكمة. هو عم نصر عايش لوحده هنا ولا إيه؟ ليه يا عم العيلة كلها في الصور هاي؟ الشقة دي اتحرقت قبل كده ولا إيه؟ والمحكمة تتولى الأمر بدعم من وكالات إنفاذ القانون وجميع الجهات المعنية. دي مش كنت تحمدها قبل ما تعلقها؟ والله محمدها قبل كده 3 مرات وما فيش فايدة. ولا نريد من الحالات أن تمتد وتأخذ وقتا طويلا. انتهى الأمر. خلاص عم نصر ما بقاش قلبك زي وجهي.